معانا ام عبد الرحمن من البحيره. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي يا ام عبد الرحمن. لو سمحت حضرتك، انا متجوزه ليا دلوقتي 8 سنين. تمام. حضرتك، انا من اول ما اتجوزت وانا عايشه في بيت عيله مع اهل جوزي وكده، وبنزل عندهم طول النهار، يعني عايشين مع بعض في كل حاجه، اكل وشرب وكل حاجه. طيب. بس انا حماتي ست صعبه شويه، طبعها صعب غريب شويه. دايما تفتعل المشاكل بيني وبين جوزي، بتعمل لي مشاكل ودايما تخليه ان انا، يعني هي بتوصل ان انا بعمل مشاكل في البيت. هو مشكله والثانيه والثالثه، وعرف ان هي بتفتعل مشاكل. هو حرفيا ما فيش مشاكل من ناحيتي خالص، لكن هي يعني ايه بتتلف كتير. طيب تمام. حضرتك، انا بقالي 8 سنين على كده، بتحصل مشكله واثنين وثلاثه، وفي مره برضو رمى عليا يمين الطلاق بسببها. طب فين السؤال يا ام عبد الرحمن؟ تمام. حضرتك، انا دلوقتي كان حصل مشكله من يومين، فانا بقول له بل انا ما بنزل اعمل الاكل تحت وكده، ويعني طول ما في احتكاك بيني وبينها بتفتعل المشاكل. قلت بدل ليه خليني انزل اعمل اكل تحت في البيت عندها، انا هعمل الاكل فوق وانزله تحت، ناكله كلنا واخد مواعيني واطلع على فوق اغسلها وخلاص. سؤال. فهو كان رده عليا حضرتك ان هو انا مش عايز هتموت وهي غضبانه عليا. هل في كده هو غضب؟ هل في كده هي هتموت غضبانه عليا؟ طيب حضرتك، انا ما قعدتش مسح من المشاكل بصراحه. هجاوب حضرتك، يعني خلينا نصيغ السؤال وقولي لي ايوه قبل ما تقفل. لو كنت هصيغ السؤال، يعني انت بتقولي هل من الممكن ان انا اعمل الاكل في بيتي وانزله بدون ما، وهل دوت لو انا عملت كده هل ده يكون في نوع من انواع حقوق الوالدين هو يتحاسب عليه ولا لا؟ ولان دوت في الحقيقه دوت اللي انا اقدر اعمله، ومش هقدر اعمل اكتر من كده بسبب الضغوط. مش هقدر اعمل اكتر من كده. وحضرتك، انا خيرته بين خيارين، ان هو يعمل لي حل. طيب. الحل اللي هو ما بقاش معرضه دايما للضغوط النفسيه بسبب. خلاص أجاوب. انا خلاص حضرتك ما عدتش مستحمله. هجاوب عليك يا ام عبد الرحمن. لا، انت اللي انت بتقولي ده لا في حقوق والدين ولا اي شيء. حقوق الوالدين فيما يخصهما لا فيما يخصك. يعني مسألة إن إحنا نكون في بنعمل اللي إحنا قادرين عليه، هنعمل اللي إحنا قادرين عليه بإن أنت تعملي الأكل وتنزليه، ده ما فيهوش أي عقوق، بالعكس أنت بتعملي مقتضى البر أهو. لكن إن هو يكون هي تريد أن تدير البيت، بيت الزوجية اللي بيتكم أنتوا الاتنين، على رؤيتها هي، لا، ده مش من حقها. طب نعمل إيه؟ نتعامل معها بلطف. فأنا كلامي لزوج حضرتك، بقول لحضرتك لا، مش من حق والدتك وليس من بر الوالدين ان والدتك تدير بيتك. لا لا لا، ده مش بر الوالدين. بر الوالدين فيما يخصهما، احفظ القاعده دي، بر الوالدين فيما يخصهما لا فيما يخصك. يعني سواء هتختار ان انت تعبد الله بالطريقه الفلانيه، او تدير بيتك بالطريقه الفلانيه، او تشتغل الشغلانه الفلانيه، او تعمل كل ده، لو انك انت عملت خلاف ما يريد ابوك وامك، ده ما فيهوش حقوق. العقوق فيما يخصهما. فكون زوجتك تعمل الأكل وتنزله تحت، فالحمد لله، ده شيء لطيف خالص خالص، وخاصة إن زوجتك بتقولك هو ده اللي أستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فيا بنتي، اللي أنت بتعمليه ده ما فيهوش حقوق الوالدين، ويا ابني أنت كده بتقوم بقضية البر. هو واضح بس إن أنت تريد أن تعلن إن أنت بتعمل كل حاجة ترضي، مفيش مانع، مفيش مانع إن أنت تعمل الكلام ده، بس في نفس الوقت لا تفسد بيتك، وعليك ان انت تراعي مسألة ان زوجتك موجودة في بيت عائلة، وبيت العائلة ده في بعض الأحيان ما بيبقاش مكان فيه الزوجة بتحس بالخصوصية ولا بالأمان. فانت عليك ان انت تزود شوية حنان واهتمام بزوجتك، واللي هي بتعمله دوت يحقق بر الوالدين وليس فيه عقوق. نعم.